دايما على قد ما بقدر. وده يمكن يقودني للسؤال اللي كنت عايزه اقوله لحضرتك. في ناس كتيره قوي لما بتشوف السبحه ايوه يقولوا متدروشين او شغل دروشه او ايه الشغل الدروشه والسبح والحاجات دي، ومعرفناش على فكره قيمه الذكر الا متاخر واحنا كبار. فياريت تفهمنا يا اكتر. ريم، يا ريم ازاي ما انت فاكره؟ مش زي ما الناس فاكره، ده احلى متعه في الدنيا. ده اللي بيضبط اليوم كله والحياه كلها والشهر كله والسنه كلها. انا لو عدى عليا يوم من غير ذكر اتعب. هتقولي لي اه ده انت يا دكتور؟ لا لا لا، انا مجرب الذكر مع حوالي يجي 1000 شاب وفتاه. ايوه، جربت. ايه اثر الذكر؟ اللي يقول لي حياتي اتغيرت، اللي تقولي انا بقيت اهدأ، اللي بتقولي انا كنت عصبيه جدا مع امي انا اتغيرت، اللي يقول لي يا دكتور انا قدرتي على التحمل في الشغل بقت اعلى فنجحت اكتر، اللي تقول لي انا كنت عندي شعور اكتئاب، مش مكتئبه، مكتئبه يعني لازم دكاتره مالناش دعوه بيها، لا ده عايزه دكاتره وعايزه ادويه، لكن كلمه شعور الاكتئاب في ناس كتير بتمر بيها، بتقول لي راح مني الشعور مع الذكر. اللي يقول لي انا صلاتي حلوت، اللي يقول لي انا بقيت اصحى الفجر، على فكره انا بقيت اصحى الفجر احسن 1000 مره من حياتي قبل الذكر. انا تجربتي الروحيه مع الذكر بقى لها 5 سنين، طول عمرنا بنذكر ربنا بس اللي هو كده. لما عشت تجربه ان انا يبقى لي ورد ذكر يومي 20 يوم، ورد يعني هدف محدد باعداد محدده، 20 دقيقه كل يوم، 200 مره استغفار، 200 مره لا اله الا الله، وبعدين سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله اكبر 100، لا حول ولا قوه الا بالله 100، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، انا حياتي اتغيرت، لا انا انسان اهدأ واجمل وانضج. انت عارفه الذكر بيعمل ايه يا ريم؟ يا ريت يا دكتور، كنت عايزة أقولك الوصفة السحرية بتاعت الذكر اللي انت ذكرتها دي بتعمل فينا ايه؟ وهل الأرقام اللي حضرتك قلتها الأعداد دي ليها سبب بتتدخل في طاقة الإنسان أو كده؟ ماليش دعوه بالطاقه، الاعداد دي حاجات منها النبي كان بيعملها بالارقام دي، وحاجات عشان اكمل التلت ساعه. يعني النبي كان بيستغفر كل يوم 100 مره او اكثر، فانا بقول لك استغفري، انا بستغفر 200 مره وساعات اكثر من كده. النبي بيقول لك من قال سبحان الله في يوم 100 مره كتبت له 1000 حسنه. الحمد لله كانت على لسان النبي طول اليوم. فكره الورد ده يا ريم هي فكره مش دروشه، هي فكره انا معاك يا رب فاذكروني. ايه الايه بتقول؟ فاذكروني. أذكركم. يعني ايه يعني فاذكروني؟ اه كلمه بنقراها في القران. لا، لو كل الدنيا همشوك وسابوك اما يكفيك ان هو بيذكرك؟ لو اهل الارض اذوك اما يكفيك تكريمك له، تكريمه لك انه بيذكرك؟ اذا انقطع ذكرك في الارض اما يكفيك انك تذكر في السماء؟ لو الناس تخلت عنك تساوي ايه الدنيا باللي عليها جنب ان ربنا بيذكرك باسمك؟ عايز ايه؟ ناقصك ايه؟ خايف من ايه؟ فقدت الامان في ايه؟ انت ربك بيذكرك، بتقولي ايه؟ انت بتتكلمي على طمأنينة النفس، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا كلمه الا عارفه يعني ايه؟ والله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا 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 لا، الوصفة السحرية الذكر بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة غريبة جدا، غريبة جدا يا ريم، بيزود وعيك بذاتك. يعني احنا عايشين كده من غير وعي، العقل الباطن بيحركنا واحنا مش داريين. يشرب سجاير يضر نفسه، يشرب شيشة وهو عنده القلب وعمال بيضر في نفسه، ايه علاقة ده بالذكر؟ كل شوية يزيد وعيك بذاتك. لا 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 لا، حبيتني، حبيت ذاتي، مش عايز اضرني، حاسس بإمكانياتي، حاسس بنعم ربنا أكتر، فبشكر من كتر ما بقول الحمد لله. الوعي زاد. أحد مشاكل الإنسان في العصر الحديث إن وعيه بذاته بقى قليل جدا. كل ما تذكري التشويش يقل، فلما التشويش يقل إحساسك بنفسك وباللي حواليك يزيد، فالوعي يزيد، فتفرحي بالنعم أكتر، فيطمئن قلبك، فتطمئني لوجود الله اكتر، فتدمدي، فتشعري ان في معاني كانت وجعاكي في الدنيا بس هي صغيره، لان القرب من ربنا احلى لما تقولي لا اله الا الله فتسمي لفوق. لا لا، واحده تانية، انت هتبقي واحده تانية يا ريم، انت هتبقي واحده تانية مع الذكر.
ده حقيقي. انا سبب انا قصتي مع الذكر بدأت من صديقتي الروحية، هي اللي قربتني، هي اللي اهدتني السبحة دي الله حلو جدا. وعلمتني، قالت لي كل ما تذكري، كل ما تكوني تعبانة وتذكري ربنا بالشكل اللي انت عايزاه وتصلي على النبي، شوفي الفتح او شوفي التيسير. ومن هنا بدأت القصة. صح، انوار واشراقات وقلب مستريح وكده، ويرد على قلبك معاني حلوه. ايوه يرد، تبص تلاقي فيه معاني بترد ليكي، وتلاقي الصباح لو والفجر حلو. السبحه دي يا ريم جايه لي هديه من مكه. السبحه دي شوفي، انا زمان ايه اكتر حاجات بخاف عليها في حياتي؟ الموبايل، المحفظه، والمفتاح. المفتاح بتاع العربيه. والله العظيم مصر. انا السبحه لو غابت عن عينيا، لان انا بقيت مرتبط ان انا عايش تجربه الذكر بالطريقه دي، لا لا لا، معنى رائع وجميل. معنى جميل. في كده مقولة يا دكتور عمرو، أعتقد إن هي تنطبق على المعنى اللي حضرتك ذكرته، من ضاق عرف، ومن ضاق عرف عرف، ومن عرف ومن عرف اختفى. اللي يدوق يعرف احنا بنقول ايه دلوقتي. دوق بس، طب جرب، طب ابدا تجربه الذكر، ابدا كل بس كل يوم، كل كل يوم يوم 20 دقيقه او 15 دقيقه، ممكن تقسمهم 10 الصبح 10 بالليل، ممكن وانت سايق، ممكن وانت في العربيه، ممكن وانت في السرير، ممكن وانت بتتمشى، المهم قدام منظر حلو. تصدقي ان شاء الله سطح بيتكم، ان شاء الله بلكونه، ليه قدام منظر طبيعي؟ علشان هيسيب اثر في القلب. وفي استحضار لعظمة ربنا إن لما طبعا بنيجي. طبعا العقل يعمل بوز عن التشويش عشان يشوف جمال خلق الله. ده اللي بيحصل غصب عن العقل. ده كلام دكتوره باربرا فريكتسن، بتقول لك ان العقل بيحصل له ايه لما يشوف منظر طبيعي؟ بيعمل ستوب للتشويش عشان يبدا يركز على جمال المنظر ويعيشه. يعني مش زي ما احنا فاكرين يا دكتور ان السبح وانك انت تبقى في حاجه معتز بيها كده وتستغفر ربنا والذكر على لسانك طول ما انت قاعد، مش شغل عفرطه ولا دروشه ولا حاجات من دي. عكس، عكس ما انت فاكر، مش زي ما انت فاكر، عكس ما انت فاكر، هو الراحة والطمأنينة والقوة النفسية. دكتور عمرو، ألف شكر على معلوماتك القيمة. شكرا يا ريم. ها، طلعت زي ما انت فاكرة؟ لا يا دكتور عمرو، ما طلعتش زي ما انا فاكرة. شكرا يا ريم.